إشراف فني ومراقبة وضبط لنقاط الانطلاقة للمتسابقين في مختلف المسافات. انطلق الموسم الرياضي لرابطة أنجمينا للعدائين نسخة هذا العام على مضمار ملعب إدريس محمد أويا، وبعد عرض أسماء المتسابقين لدى الفنيين، حيث بدأت المسابقة الأولى لمسافة 400 متر للعداءات. وبعد ثوان من انطلاقة المنافسة تقدمت العداء كومسول وحققت المركز الأول، إذ قطعت المسافة في دقيقة و55 ثانية و85 جزء من الثانية. وفي المسابقة الثانية من جانب الرجال حقق العداء إيفاير جانكا تقدمه وقطع المسافة في فترة زمنية تقدر ب56 ثانية و87 جزء من الثانية. وبهذا النشاط الرياضي تكون التحضيرات للبطولة الوطنية للعدائين في المرحلة القادمة. عندنا قدامنا الكومبيتيسيون الشامبيونان هنا تشاد، وعندنا الكومبيتيسيون افريك، ودورنا نقول نلانسي اكتيفيتي يكون اتليت يعني اي وقت جاهزين دون دور نجهزوا اتليتنا في الانجمينا ليحضروا في الكومبيتيسيون هنا الشامبيونان ناسيونال أفريكي. هذه المسابقة الرياضية شارك فيها مختلف المتسابقين من الجنسين،